لم تتوقف أنامله عن العمل منذ عدة ساعات. بمهارة وخفة يقولب عابد أحمد الطين في معمله هذا الواقع شمال العاصمة صنعاء لصناعة أنواع وأشكال مختلفة من الفخار، أفران للخبز وأوعية لطبخ الطعام وأخرى لتنقية المياه وحفظها باردة. دقة الصناعة وخفاياها ورثها عابد أحمد عن والده وأجداده الذين اشتغلوا فيها وطوروها لمدة تزيد عن 5 قرون. يعطي عابد مهنته مع الطين الكثير من الوقت ويفكر دوما في تحسينها باعتبارها باتت مصدر الدخل الوحيد له وعائلته. الطين بعينتها من جبال مصنع من عمره الكرد يسموها، وعينها من تام زراحته الحرط نسميه، نزل نتبع سياره نقلطها مثل انا وعمي، لو ما نملى سياره ونجي ننفلها ورجع نغربله نصفي الحجاره الكبار الكبار ونجمع على ضربه ونفقيها ونسكب البلول اللي داخلها ورجع ثم نقوم بعجنها. كثير من اليمنيين لجوا الى الافران الفخاريه فهي تحتاج الخشب فقط لصناعه طعامهم. فارتفاع سعر الغاز وانعدامه في الاسواق المحليه اليمنيه اضطرهم الى ذلك. لو ما عدم الغاز اليمنيين الشعب اليمني اكثر تم يشتروا التناور هذا ويضيطوا الحطب من البلاد من هذا للمدن ويستعملوه في المدر ويطلع الخبز تمام فين. للمهنه جذور ضاربه في تاريخ اليمن، إذ تظهر المسوحات والنقوش الأثرية القديمة استخدام الإنسان اليمني القديم للأواني الفخارية. وتحتوي المتاحف اليمنية أدوات فخارية صنعت في فترات مختلفة من تاريخ البلاد. هذه الأواني الفخارية هي رأس مال هؤلاء الصناع والتجار الصغار. استيراد الأواني النحاسية والبلاستيكية غير الصحية أكثر ما يضايقهم. الجميع هنا يناشدون الحكومة اليمنية لإلاء مزيد من الاهتمام بالمصنوعات الفخارية المحلية من أجل إحياء هذه الحرفة وإنقاذها من الاندثار. نبيل اليسفي، التلفزيون العربي، صنعاء.